مساء الخير والسعادة والعافية عليكم متابعيني، إن شاء الله تكونون بخير وعافية. طبعا اليوم الفيديو إعادة تغيير الفصال. هذا الفصال اللي سويته مع الحوام البنات، غيرت الفصال، فتحت هذه الكسرات وهالوردات هم قصقصتهم وسويتهم غير فصال، وخليت لاستيك مثل هذا اللاستيك الوردان، خليت بالصفحات. بنات هذا هو الفصال بعد ما غيرته، الوردات بهذا الشكل خيطتهم. شوفوا حبيباتي هاي الوردات قصيتهم خيطتهم بهذا الشكل، وهذا الشريط اللي هيج خيطته حبيباتي، وخليت لاستيك بالخصار من صفحتين بنات بهذا الشكل. طبعا كلش حلو طلع باللبس، بس لانه الملكانة مالتي صغيرة فيطلع عليها هيج الفصال مبين عريض، بس لا هو كلش حلو، بس الملكانة مالتي صغيرة فهيج يطلع الفصال بنات. وهذا هو الشكل النهائي، طبعا خليت الالاستيك بالصفحات يعني حتى يصير نفس موديل الاردان، لان الاردان بها الالاستيك. وهذا هو غيرته بهذا الشكل، وإن شاء الله طلع حلو ويعجبكم التغيير حبيباتي بنوتاتي. بنات طبعا أنا غيرت الفصال حسب طلب البنوتة، يعني بعد ما ولدت طلبت مني أغير الفصال وغيرته بهذا الشكل، إن شاء الله ينال إعجابكم. ولهنا ينتهي الفيديو مالتنا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، اترككم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين يا أحلى متابعين.